عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم عن 3 ألعاب مشهورين على البلاي ستور. أول لعبة جانج ستار فيكس، وها هي. أنا معي هذه الأسلحة، وهذه اللعبة تشبه أو هي تعتبر زي جي تي ايه، وهي بتسرق عربيات وبتخش، طبعا ممكن تخش مهمات. هي جي تي ايه. تاني لعبة عندنا لعبة كلاش روير، وهي برضو من الألعاب المشهورة على البلاي ستور. وانت عبارة ان انت بتحارب مع زميلك على الفيس او اخوك او صاحبك، اي حد. وممكن برضو بتحارب لوحدك وتخش وتجيب وحوش وتكون فرقة وتحارب زي ما انا اوريكم. هي عبارة ان انت بيبقى عندك وحوش وبتبدأ تلعب بيها وتهزم الفئة اللي قدامك وتكسر كل البيوت. وهي ان انت بتنزل ناس تحارب، ثالث لعبة وهي من أكثر الألعاب التي أحبها هي لعبة ماينكرافت، وهي عبارة إن أنت بتبني مدينة وبيوت كده، وتحط مثلا بسين كأنها فيلا وتبني هوتيل اسمها ماينكرافت. وانت ممكن تأجر الأماكن دي، ممكن تركب مراكب وتسوق عربيات في هذه اللعبة. هذه مركبة، وهذه اللعبة من أكثر الألعاب التي أحبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتابعوني في باقي الفيديوهات في قناة عبدالله أند علي، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهنزل لكم ألعاب جديدة وهنزل لكم برامج، وإن شاء الله تعجبكم القناة بتاعتي. وشكرا.